إذا نستمر مع الجزء الثالث دائما في التمرين الرابعة. السؤال الأول، بين أن x تساوي ln 2 هو الحل الوحيد للمعادلة f لx تساوي x. إذا إحنا لدينا f لx هي x على الإكسبونسيال x ناقص 1. دونك إذا درت هذه عندي تساوي x، إلا رجعتها منها تولي ناقص x تساوي 0. دونك هاد المعادلة من هنا تكافئ هاد المعادلة. إذا هنا إلا درت توحيد المقام غادي نلقى هنا x ليكسبونسيال ناقص x، دونك ناقص 1 زائد x، دونك غادي نلقى 2 x ناقص x ليكسبونسيال x تساوي منتج على ليكسبونسيال x ناقص 1 تساوي 0. إذا هنا في هذه المرحلة نفترض أن x يخالف الصفر، والحالة ديال x تساوي صفر غادي نديرو لها الحل بوحدها. دونك هذا يكافي، نقدر نضرب هنا من الجهات في الإكسبونسيال x ناقص 1 تبقى فقط 2 x ناقص x الإكسبونسيال x تساوي صفر. هذا يكافي أن 2 x تساوي x الإكسبونسيال x إلى حيث x x لأن يخالف الصفر، إذا تبقى فقط 2 تساوي الإكسبونسيال x. ومنه إذا هذا يكافئ أن ln 2 تساوي x. إذا الحالة ديال إذا كان x يساوي صفر لدينا f لصفر تساوي 1 تخالف صفر، إذا الصفر ما كيحقليش f لx تساوي x. ومنه x تساوي ln 2 هو الحل الوحيد للمعادلة f لx تساوي x. إذا الآن نمر للسؤال الثاني. دائما الجزء 3، عندي ثانيا ألف، بين أن مهما يكون x من r بليس، اكتبوا السؤال كامل. إذا بين أن مهما يكون x من r بليس لدينا القيمة المطلقة للمشتقة f أصغر من أو تساوي 1 على 2. إذن إحنا نعلم حسب سؤال سابق أن المشتقة الثانية أكبر من صفر مهما يكون x ينتمي إلى r نجمة. ومنه هذا يعطينا أن f بريم تزايدية على هذا المجال R نجمة. ولدينا نتمم، إذا كان X أكبر من أو يساوي صفر هذا يعني أن F بريم دو X، لأن قلنا بأن F تزايدية، إذا هذا يعني أن f prime de x أكبر من أو يساوي f prime لصفر اللي هو ناقص 1 على 2، كنا بيناها في واحد السؤال السابق. إذا وجدنا أن f prime de x أكبر من أو يساوي ناقص 1 على 2، ومنه إذا دخلت واحد الناقص هنا يعني أن ناقص f prime de x أصغر من أو تساوي 1 على 2. ونحن نعلم أن f prime دو x تساوي ناقص g دو x على الإكسبونسيال x ناقص 1 أس 2. هذا وجدناها في السؤال الأول في الجزء الأول أن هذه أكبر من أو تساوي صفر مهما يكون x ينتمي لR، وهذه عندي هنا
إذا كان x يخالف الصفر فهذه دائما موجبة. إذا x يخالف الصفر بالنسبة باش ما ينعدمليش المقام، إذا لدينا هذا موجب وهذا موجب. إذا f prime de x سالبة، تكون عندي f prime de x أصغر من أو تساوي، يعني f prime de x أصغر من أو تساوي صفر مهما يكون x ينتمي إلى R نجمة. ولدينا إذا كانت هذه، إذا هنا la valeur absolue de f prime de x اللي غادي تساوي فقط ناقص f prime de x، لأن قلنا f prime de x سالبة، إذا وهذه لقيناها أصغر من أن تساوي واحد على اثنان مهما يكون x ينتمي إلى R بليس، لأن عندي أن عفوا عندي أن الدالة F قابلة للاشتقاق في الصفر، إذا ممكن ندخل كذلك الصفر، ومنه لا فالور ابسولي دو F بريم دو X أصغر من تساوي واحد على اثنان مهما يكون X ينتمي إلى R بليس. نمر الآن سؤال دائما في الجزء ثلاثة، سؤال اثنين. الآن سؤال ألف، ألف بين أن مهما يكون n من n لدينا القيمة المطلقة ل n مهما يكون n من n القيمة المطلقة ل n زائد واحد ناقص ln 2 أصغر من أو تساوي واحد على اثنان القيمة المطلقة ل e de n ناقص ln 2. إذن لدينا حسب تعريف ديال e n، لدينا e n زائد واحد تساوي f ل e n، و e صفر تساوي واحد. إذن هنا لدينا حسب مبرهنة القيم أو مبرهنة التزايدات المنتهية، باستعمال هذه المبرهنة غادي نبينو هذا الشكل، هذا أو هذا التعبير المطلوب، لأن لدينا الدالة F متصلة على صفر زائد لا نهائي. ناخذ هذا المجال، لأن عندي أصلا عندي F متصلة على المجال R، وكذلك F قابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد لا نهائي. إذن هادو هما الشروط ديال المبرهنة ديال التزايدات المنتهية. إذن غادي ناخدو واحد المجال إي، ناخدو واحد المجال إي، مجال طرفاه هما إلين دو و x، بحيث x مهما يكون x ينتمي ل r بليس. إذن أو نقول هنا r بليس نجمة، إذن نحيدو صفر يكون محلول، مجال محلول. إذن مهما يكون x ينتمي لهذا المجال هذا، فإنه يوجد C من هذا المجال اللي هو E لطرفه X و ln 2، بحيث F prime de C تساوي F de X ناقص F de ln 2 على X ناقص ln 2. نحيوه هنا باش نكملو هنا. إذن وجدنا هذا التعبير.
اللي هنا المطلوب باش يكون واضح، هنا المطلوب منا هو نبينو هذا التعبير. إذا لقينا f prime de si تساوي f لي x ناقص ln 2 على x ناقص n، وهذا كنا شفنا أن هاد f دو ln 2 نقدر نعوضوه ب ln 2 لأنه هو الحل الوحيد للمعادلة f لي x تساوي x. إذا غتبقى f لي x نعوضها بالقيمة ديالها هي دونك ان زائد واحد ناقص ln 2 على x ناقص ln 2. إذا مهما يكون x من r بلس f بريم دو سي تساوي، غادي نحاولو نبينو هاد التعبير هذا. إلا خليت هنا ان زائد واحد، غادي نخدمها هنا، تبقى فقط ان زائد واحد ناقص تساوي f بريم دو سي في x ناقص ln 2. إذا إذا دخلت لا فالور ابسولي من الجهتين، احنا كنا لقينا ان اف بريم دو سي اصغر من او تساوي 1 على 2 مهما يكون اكس من ار بليس. اذا هذه اصغر من او تساوي 1 على 2 اكس ناقص ايلين 2. كتلاحظوا ان خصنا نبقى هنا اي دي ان. اذا باش احنا قلنا هذه صالحه مهما يكون اكس من ار بليس، اذا خصني نبين ان اي ان تنتمي لار بلس باش نقدر نعوضها باكس باش نحصل على التعبير ديالي. لدينا اذا كان اي ان اصغر من صفر، هذا يعني لان عندي اف دالة تناقصية، هذا يعني ان اف لي ان اكبر من اي صفر اللي هو واحد. حنا شفنا في المجال ديالنا ان الداله كتنزل، القيمه التاليه اللي ممكن تنزل لها هي صفر، هي موحده صفر. دونك عندنا خصوصا في ار بلس عندي القيم محصوره ما بين صفر و واحد، اذا عندي ما يمكنش يكون عندي اي ان اصغر من صفر. اذا اي ان راها اكبر من صفر، لهذا الى عوضت هنا اف دو ان غادي نلقاها اكبر من غادي نلقى اف دو ان اصغر من واحد، وهذه اللي صحيحه عندي حسب جدول التغيرات. اذا غير باش نوضحوا انه ممكن نعتبر داك اي ان هو اكس، دونك في هذه الحاله نمحيو هذه الماس. اذا في هذه الحاله مهما غادي ممكن ندي داك المجال اي اللي طرفه هما اي ان و ال 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 ان 2، اذا نلقى اي دي ان زائد واحد ناقص ln 2 اصغر من او تساوي 1 على 2 ان ناقص ln 2 مهما يكون ان، لان ما لقيناش شرط على ان، دونك مهما يكون ان من ان. اذا هذا هو المطلوب. نمروا للسؤال الثاني او ثانيا جيم. إذا نستمر مع السؤال الأخير ثانيا جيم من الجزء 3. بين أن المتتالية AN متقاربة وحدد نهايتها. هنا حسبنا على حساب السؤال السابق ب، وجدنا أنه مهما يكون N من N AN زائد 1 ناقص ln 2 أصغر من أن تساوي 1 على 2 AN AN ناقص ln 2. إذا مهما يكون لقينا هذا الشيء، مهما يكون N اكبر من دونك غادي يكون عندي مهما يكون ان من ان، فقط هنا ندير اي ان ناقص ال ان 2 اصغر من او تساوي، ولكن هنا خصني نقص واحد منها تولي ناقص ال ان 2. اذا الى استمرت بهذه الطريقه هذا كذلك اصغر من او يساوي، الى درت نفس الطريقه لهذا التعبير هذا تولي 1 على 2، ان هذا اصغر من يساوي 1 على 2، وهنا ننقص واحد اخر، اذا تولي اي ان ناقص 2 ناقص ال ان 2. اذا كتلاحظوا ان هاد 1 على 2 1 على 2 هي فقط ممكن نجمعها تولي فقط 1 على 2
تولي بهذه الطريقة أس اثنان. إذا هاد اثنان كتلاحظوا هي اللي هادين، دونك إذا استمرينا بهذه الطريقة هذه حتى الأس ان هنايا، هنا خصنا ندير ان ناقص ان ناقص ال ان دو، دونك تلقى هذا التعبير هذا اي ان ناقص ال ان دو أصغر من أو تساوي واحد على ان أو واحد على اثنان أس ان في اي ان ناقص ان ناقص ال ان دو. كتلاحظوا أن اي ان ناقص ان هي اي صفر، إذا نعاود نكتبها هنايا. دونك إذا استمرنا بهذه الطريقة هذه تما تكون واضحة، غادي نوصلوا مهما يكون ان من ان اي ان ناقص ال ان دو أصغر من أو تساوي واحد على اثنان أس ان في اي صفر ناقص الينت. علاش هادي؟ حيت انا بغينا نوصلو لواحد التعبير يكون ثابت، هذا ثابت تقدر نرمز له بكا. اذا حصلنا على هذا التعبير هذا، دونك الى دخلنا لا ليميت الان، دونك لا ليميت ديال ان يعود زائد لا نهايه ديال اي ان ناقص اي ان دو، هنا الى مرينا لا ليميت هذه لا ليميت ديالها تعطيني صفر، هذه تؤول لصفر. علاش؟ لان عندي واحد على اثنان محصور بين ناقص واحد وواحد، دونك لا ليميت ديال واحد على اثنان اس ان تمشي لصفر، هذه معروفه هذه. دونك اذا لا ليميت ديال واحد على اثنان اس ان تمشي لصفر عندما ان يؤول زائد لا نهائي، اذا هذه واضحه. دونك بما ان هذا مشى لصفر دونك حتى هذا لا ليميت ديالها تساوي صفر، اذا لا ليميت ديالها تساوي صفر. علاش؟ لان عندي هذه راها اصلا كبيره او تساوي صفر، ملي دخلت لا ليميت تمشي لهذا الصفر وهذا الصفر، دونك تبقى محصوره لا ليميت ديالها بين صفر من الجهتين، اذا لا ليميت ديالها تساوي صفر، ومنه اذا لا ليميت ديال اي ان ناقص ال ان دو تساوي صفر. هذا يعني ان لا ليميت عندما ان يؤول زائد لها ديال اي ان تساوي ال ان دو. كنتمنى يكون واضح. نمر الان للجزء الرابع والاخير من التمرين الرابع.